السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحباب الكرام، حديثنا اليوم مع المدرسة المحمدية في السنة النبوية المطهرة. كما سلف الذكر، فإن سيدنا النبي محمد هو المعلم الأول، وقد سلك سبلا كثيرة في التعليم والتوجيه والإرشاد، وكل حلقة نأتي بدرس محمدي موجه للأمة. حلقة اليوم نريد أن نتعرف عن حقيقة المفلس. من هو المفلس؟ يروي الإمام أحمد بن حنبل أو يخرج في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جماعة من صحابته فطرح عليهم سؤال، قال: من المفلس فيكم؟ هذا سؤال وجيه، أراد النبي الكريم أن يعرف الإجابة من الصحابة. نظر بعضهم إلى بعض وقالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة، ويأتي وقد شتم هذا وعير هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا قضيت أخذ هو من سيئاتهم، ثم يكب على وجهه في النار والعياذ بالله. هذا أسلوب التعليم والإرشاد الذي كان ينهجه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إزاء صحابته وإزاء أمته، رغم أن النبي الكريم لم يكن أستاذا ولا معلما ولم يكن يقرأ أو خريج مدرسة أو معهد. سيدنا النبي كما هو معلوم أمي، لا يقرأ ولا يكتب، ولم ينتظم قط في مدرسة ولا في معهد، ولم يكن له أستاذ ولا معلم ولا شيخ، ولكن علمه شديد القوى ذو مرة، علمه جبريل عليه السلام أمين الوحي، أعطاه النور، نور الوحي. كل مرة يختار موقفا ويطرح سؤال ويختبر أذهان الصحابة ويعطيهم الجواب، وذلك فيه معاني كثيرة نحن في أمس الحاجة إلى معرفتها في كل زمان وفي كل مكان، لأن الخطاب النبوي والخطاب القرآني أيضا هو غير خاص بالفترة النبوية فقط، بل هو عام للأمة وللإنسانية في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة. ونحن الآن في عصرنا هذا في أمس الحاجة إلى معرفة هذه المبادئ النبوية الشريفة. السؤال الذي طرحه النبي الكريم: من المفلس؟ عادة الناس يجيبون بما يتبادر إلى أذهانهم وما هو متعارف عليهم. المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فالإنسان يكون عنده أموال وقد يكون من الأغنياء، وربما قد تدور عليه الأيام فيخسر ماله، وربما يصبح مفلسا وقد يصبح مدينا. فكم من غني بين عشية وضحاها تعرض لصدمة وضاعت كل أمواله، وكم من فقير ما هي إلا أيام حتى أغناه الله من فضله. هكذا يرفع الله تعالى عبادا وينزل بعباد، إنها سنة الله في أرضه. فقالوا بأن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقير كان غنيا ثم ذهبت أمواله. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يرتقي بأفهام الصحابة من العالم الدنيوي، من العالم الظاهري، إلى العالم النوراني وعالم الآخرة وعالم ما بعد الموت، فيقول بأن حقيقة المفلس هو أخطر من ذلك. من كان في الدنيا غنيا ثم صار فقير فإنه أمر شاق فعلا، لكنه سرعان ما سوف ينتهي، لأن زمن الدنيا قصير ويستوي الغني والفقير. أما الإفلاس الحقيقي فهو الإفلاس في الدين والعياذ بالله. أن المفلس يأتي يوم القيامة، يأتي بصلاة وزكاة وحج وعمرة، كان في الدنيا تجده من المصلين، هو الأول في المسجد، إذا رفع الأذان تجده أول من يكون في الصف الأول، وإذا جاء رمضان تجده يصوم صيام العارفين بالله، وإذا جاء موسم الزكاة تجده
يقسم الزكاة على الفقراء والمساكين. وإذا جاء موسم الحج والعمرة تجده أيضا يتزاحم لكي ينال حظا منه، فهو في الظاهر إنسان مسلم صحيح الإسلام ظاهرا، لكنه يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وعير هذا وأكل مال هذا، أخلاقه وسلوكه تنم على أنه لا يستفيد من قضايا الدين، لا من صلاة ولا من صيام ولا من حج ولا من عمرة، رغم أنه يتعبد ربه، ولكن ما هي ثمرة العبادات؟ هي في السلوك، لأن لكل عمل له ثمرة، ثمرة الصلاة والصيام والحج هو السلوك، أن يصير الإنسان أقرب إلى عالم الملائكية، أقرب إلى عالم النورانية. لكن هذا للأسف يوم القيامة يأتي الحساب، وكما نعلم أن يوم القيامة ربنا أخبرنا بأنه واقع لا محالة، حتى إن الله تعالى لما يأذن فإذا هم قيام ينظرون، لما ينفخ في الصور كل من مات الأولون والآخرون يقومون يوم القيامة يوم الأشهاد. الكفار والعياذ بالله ماذا يقولون؟ يقولون يا ويلتنا من أيقظنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. الكفار والمشركون والملاحدة آنذاك سيرون القضية رأي العين، ويسمون القبور مرقد، من أيقظنا من مرقدنا، ظنوا أنهم كانوا نائمين في مرقد، لكن وقع البعث والنشور. أهل الإيمان حال أخرى، قال فيهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: كأني بأهل لا إله إلا الله يخرجون من قبورهم ينفضون عنهم التراب يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. والبعث يتم في أرض خلاء لم يعصى الله عليها قط، يحشر الأولون والآخرون، العدد قد يكون بملايير الملايير الملايير، وتنصب محاكم يوم القيامة، الحكم لله هو القاضي العدل. وربنا يختم على الأفواه والألسنة، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فينصب الله تعالى محاكم، المحكمة الأولى هي محكمة خاصة بالدماء، المحكمة الثانية هي محكمة خاصة بالعرض، ثم محكمة ثالثة هي محكمة خاصة بالأموال وإلى غير ذلك. المحكمة الأولى الخاصة بالدماء، كل من قتل نفسا أو أعان على إزهاق روح وسفك دم هي الأولى، يبدأ بهم المولى عز وجل، ليس هناك مدافع ولا محامي ولا وسيط بينك وبين الخالق. المحكمة الثانية هي محكمة العروض والفروج، من اغتصب بالعنف، من أقام علاقة غير شرعية، من فعل علاقات جنسية غير الإطار الشرعي، كل هؤلاء ربنا عز وجل قال فيهم محكمة الفروج والعروض. ثم بعدها محكمة الأموال، هذا سرق المال، وهذا اغتصب أرض، وهذا استعمل بغي وعدوان وأكل أموال الناس بالباطل، ثم محاكم أخرى. يؤتى بالناس يوم القيامة وينتظرون وقت المحاسبة، يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وفي آية أخرى كخمسين ألف سنة، لأن الناس هناك من في المقدمة وهناك من في الآخرة. الناس كانوا يعبرون ويقيسون الوقت بدوران الشمس والقمر، نقول اليوم هو 24 ساعة نقيسه بدوران الشمس، لكن الشمس تدنو من الرقاب بمقدار شبر، فيصير العرق يتصبب من الجبين، ويبدأ الناس يبحثون عن النجاة. سبحان الله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا إلا ظله، الناس يبحثون عن ظل الرحمن، اللهم اجعلنا في ظلك يا أكرم الأكرمين. آنذاك يبدأ ربنا عز وجل بالمحاسبة، فيؤتى بصاحبنا هذا الرجل الذي كان في الدنيا من المصلين، وكان من المزكين، وكان من الصائمين، وكان من الحاجين والمعتمرين، يظن أنه من الفرقة الناجية، فإذا به يجد أمامه خصوم بلا عد ولا حصر، خصوم يرفعون مطالبهم مثل الوقفات الاحتجاجية
التي تقع في حياتنا اليومية. كل منهم يحمل صحيفة ويقول يا ربي عندي حقوق عند هذا السيد. هو يرى نفسه بأنه مؤمن صالح ولكن هناك مطالب. فيأتي قوم يقول يا ربي لقد شتمني، إنه في الدنيا قد شتمني وعيرني بكلام سيء. كثيرا ما يقع الإنسان في الشتم، يقول يا فلان يا فاعل يا تارك، وهذا أمر خطير الشتم. كان أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قد شتم بلالا الحبشي، وهما صحابة كرام. أبو ذر الغفاري من قبيلة غفار، كان وسيم وكان أبيض اللون وأشقر الشعر. ولما وقع له مشكل مع بلال، وبلال كان أسود اللون أفطس الأنف من الحبشة، عيره، قال له اذهب يا ابن السوداء، شتم. لما بلغ الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية لأنك شتمت. الصحابة رضي الله عنهم لأنهم جيل قرآني فريد، بسرعة إذا أخطأوا يصوبون خطأهم. فلما جاء وقت الصلاة والناس في تجمهر، قام أبو ذر الغفاري أمام الناس وقال يا بلال لقد شتمتك وإني أطلب منك الصفح، وها انتقم لنفسك مني. فوضع رأسه على التراب وقال طأ بقدمك على رأسي حتى تنتقم لنفسك مني من هذا الشتم الذي شتمتك. فإذا ببلال الحبشي يقيمه من الأرض ويعانقه ويقول حاشا لله أن أطأ بقدمي على رأس يسجد لله. فتعانق وتسامح. تهلل النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع الصلح بين هذين الصحابيين. وهكذا ينبغي أن يقع الإنسان، قد يخطئ وقد يشتم. إبليس حاضر، لا نقول نحن ملائكة، كلنا فينا نصيب من الخطايا، لكن ربنا لا يحاسبنا على الخطايا، يحاسبنا على الاستمرار في الخطأ وعلى العناد في الخطأ. أما أن أصلحه وأبدأ صفحة جديدة فلا بأس. فهذا الرجل لم يصافح في الدنيا، وإنما كان يشتم ويمضي. الذي شتم يقول يا ربي خذ حقي منه. يأتي وقد شتم هذا وقد ظلم هذا، إنسان آخر ظلمه، إما في الطريق إما في السوق إما في العمل، كان يظلم ويدوس على حقوق الناس دون أن يلتفت وراءه، وكأنه مرفوع عنه القلم. والناس لأنهم ضعفاء ولأنهم لا طاقة لهم ولا جهد لهم كانوا يصبرون، ولكن يدعون الله تعالى أن ينتقم. يوم القيامة ربي سبحانه وتعالى يوقفهم للمحاسبة، يقول يا ربي قد ظلمني انظر ماذا فعل. ويأتي وقد أكل مال هذا، أكل أموال الناس، حقوق الناس، الناس كلفوه بأموال فأكلها وانتفع بها رغم أنه ليس في حاجة إليها، وحرمهم من متاعهم. وهكذا كل منهم يحمل صحيفة ويقول يا ربي حقوقي حقوقي. الله تعالى يقول وقفوهم إنهم مسؤولون. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال يوم القيامة ما في لا درهم ولا دينار، هذه عملة دنيوية. فقالوا يا رسول الله كيف يتم القصاص؟ قال بالأخذ من الحسنات، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. كل ما جمعه من أعمال صالحة في الصلوات والنوافل، كل ما جمعه في قيام الليل، كل ما جمعه في صيام رمضان والست من شوال وأيام البيض، كل ما جمعه في الصدقات والزكوات، كل ما جمعه في الحج والعمرة، جمع حسنات كثيرة. فيبدأ ينفق من الحسنات، يعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا. فإذا فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه يقول يا ربي لم يبقى لي حسنات، صفر حسنة. لكن يجد هناك أناس آخرين يطالبون بحقوقهم، يقول أنا مفلس الآن، أنا مفلس، ما عندي ما أعطيكم، لم يتبقى لي شيء، صفر حسنة، ضاعت كل حسناتي. فيقول الله تعالى ليؤخذ من سيئاتهم وترد عليك، فيبدأ يأخذ من سيئاتهم. هذا عيره، هذا شتمه، هذا أكل ماله. يأتي الجار يقول يا ربي لقد كان جاري ولم يحسن الجوار، يا ربي هذا كان زميلي في العمل ولم يكن يحترم قواعد العمل، وكان يظلم وكان يقوم بأعمال فيها
ضرر وكل واحد يشتكي، فيبدأ بعد أن فنيت حسناته يأخذ من سيئاتهم، يأخذ من سيئاتهم، ولما يأتي الحساب يجد بأنه صار مفلس، دخل إلى الدار الآخرة بحسنات كثيرة ثم ضاعت كلها، ثم صار مفلسا مثل الغني في الدنيا الذي كان غنيا ثم صار فقيرا ثم صار مدينا عليه ديون كثيرة. فأمر الدنيا هين لكن أمر الآخرة صعب. الدنيا إذا لم يؤدي فإنه يلقى عليه القبض ويرمى في السجن، وربما قد يحكم عليه بسنة أو سنة ونصف نافذة وثم ينصرف، قانون بسيط. لكن في الآخرة هناك الخلود الأبدي. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ثم يرمى على وجهه في النار. يرمى، لاحظ كلمة أنه يرمى، أنه يدفع به على وجهه، هذا الوجه الذي ينبغي أن تحترم به الناس وتستقبل به الناس، ترمى به، وفي رواية أخرى على مناخرهم، يرمى على المنخار والعياذ بالله، كناية على شدة العذاب وعلى شدة المعاناة. ماذا نستفيد أيها الأحباب الكرام من هذا الحديث النبوي من سيدنا النبي المعلم؟ أراد أن يعلمنا بأن العبادات كلها مطلوبة ولكن ينبغي أن تكون لها ثمرات. ما هي الثمرات؟ هي انعكاس على سلوكنا ومعاملتنا في معاشرتنا اليومية. المؤمن الحقيقي هو من حسن خلقه. المؤمن يمسك لسانه، إذا تكلم لا يتكلم إلا بالخير. المؤمن لا يمكن أنه ينطق باللسان فيه شتم أو فيه احتقار للآخرين أو فيه سخرية من الآخرين. لا يسخر قوم من قوم عسى أكون مساء عسى أكون خيرا منهن. قد يقول قائل: ولكن لساني طويل وبسرعان أنفعل وأبدأ أشتم. أقول له: أحسن طريقة لكي تربي لسانك هي أنك تشغله بذكر الله. اشغل اللسان بالذكر دائما، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. اللسان الذي يذكر الله دوما وأبدا لن يستطيع أن يشتم، لن يستطيع أن يعير، لن يستطيع أن يخرج منه كلمة جارحة، وإذا خرجت لا قدر الله سرعان ما تستدرك بالاستغفار مرة ثانية. كذلك الإنسان إذا كان مع جيرانه، مع زملائه في العمل، مع الناس عموما في الشارع، عليه أن لا يظلم، عليه أن يكون إنسانا سويا في المعاملة. ثم إياك وإياك من المال الحرام، لأن المال الحرام إذا دخل إلى مالك فإنه يفسده. درهم واحد حرام دخل إلى 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 إلى, إلى رصيدك المالي يفسده، مثل السوس، إنه أمر متعد. كيف أصنع إذا وقع لي وقد تسرب مال حرام إلى رصيدي؟ أعيد الأموال إلى أصحابها، أرد الحقوق إلى أصحابها. قد يقول قائل: ولكن لم أعد أعرف هؤلاء الأصحاب، لقد تاهوا في الأرض، ماذا أصنع؟ تخلص من ذلك المال عن طريق الصدقات، ابحث عن الفقراء والمساكين ورد إليهم ذلك الأموال، رد للفقراء، لأن المال مال الله وهو يرد إلى الفقراء ويرد على المساكين، وتكون قد خلصت نفسك في الدنيا. كان سيدنا عمر بن الخطاب لما سمع هذا الحديث وكانت عنده علاقات مع الناس وكان أحيانا ينفعل، فخاف على نفسه وخشي على نفسه، فكان يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فنسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من السوء، ويحفظنا وإياكم من الأخلاق الدنية، ويحفظنا الله وإياكم من الإفلاس في الدنيا والآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.